الرفع من قدرات الكفاءات العلمية المتخرجة من الجامعة في مجالات الاقتصاد والمعرفة من أهم الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن. نجاح الانتقال الطاقوي لا يكون إلا بتضافر كل الجهود، وهذا اليوم يعد تاريخ ميلاد لثورة علمية وتكنولوجية في مجال الطاقة. يتضمن هذا التعاون ضمن هذه الاتفاقية على تنظيم دورات تدريبية لما بعد التخرج متخصصة في الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقة، والتي ستساعد الإطارات والباحثين في تعزيز قدراتهم العلمية والفنية في هذا الميدان. في هذا السياق يشكل القطاع الصناعي بيئة ملائمة لاستقطاب الطاقات البشرية المؤهلة لدفع بالعجلة النمو وتطور البلاد في هذا المضمار. إن هذه الخطوة تأتي لتجسيد استراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التأطير البيداغوجي والبحث العلمي للمساهمة في التكوين وتقديم خدمات البحث ومرافقة القطاعات ذات النشاطات المختلفة. اتفاقيات موازية مع العديد من المؤسسات الوطنية الطاقوية لتسهيل عملية تكوين الشباب المتخرج.